بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. في مجلسنا هذا بمشيئة الله عز وجل سوف نقلب معا صفحة من صحائف التاريخ ينقلها لنا البخاري في صحيحه، ويعلق عليها الحافظ ابن حجر في كتابه القيم فتح الباري. القصة حول مقتل عمر ابن الخطاب وحول الاتفاق على عثمان ابن عفان رضي الله عنه أميرا للمؤمنين من بعده. ولنبدأ القصة من أولها كما ترويها أوثق كتب السنة. فعن عمرو ابن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، نعم، وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان بن حنيف وقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ نعم، قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. إيش القصة دي؟ إنه يسألهما عن يعني الضرائب التي فرضت على أرض السواد، يعني عليه التي فرضت على أرض العراق. تعرفين إن سيدنا عمر أمسك أرض العراق فلم يقسمها بين الفاتحين، وإنما ضرب عليها خراجا بحيث تكون للجيل القائم يومئذ ولمن يأتي من أجيال مسلمة فيما بعد. لم يقسمها بين الفاتحين، لما جعلها وقفا وضرب عليها خراجا يدفعه العاملون عليها. فهو يسأل ويطمئن حاكم عادل يتفقد رعيته، كأنه يقول: أخاف أن تكونوا قد يعني فرضتم على هذه الأرض خراجا لا تطيقه لا تحتمله، يكون مردود الأرض لا يتحمل هذه الضريبة التي يعني فعلتموها أو فرضتموها على هذه الأرض، لأنه لا يريد أن يلقى الله بمظلمة، فهو يريد أن يتحقق أن الضريبة التي فرضت على الأرض يعني تطيقها الأرض، وما يخرج منها من غلة يستوعب هذه الضريبة التي فرضت عليها. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. فقال له: لا، يعني ما حملنا الأرض فوق طاقتها ولا فوق ما يخرج منها. اسمعوا رد عمر بن الخطاب، يعني: فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، لا يحتجن إلى أمير بعدي يقفن على بابه، لأنه يريد أن يغني الناس في زمانه وأن يفرض لهم من العطايا والمخصصات ما تصون وجوههم عن مذلة السؤال، ولا يحتاج الناس من بعده أن يقفوا بباب أمير يتكففونه ويسألونه العطايا. في رواية أخرى أنه قال: لئن عشت لأرامل أهل العراق لا أدعهن يحتجن إلى أمير بعدي. الهم الذي كان في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تجاه أمته. ثم قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. كان له 4 أيام فقط مروا على هذا الحدث، على هذا الموقف، ثم أصيب عمر رضي الله عنه أرضاه. ويحكي لنا قصة إصابته فيقول: كان إذا مر
بين الصفين قال استووا، يعني لم يكن يكتفي بأن يقف في المنبر يقول للناس استووا، لما كان يمضي بين الصفوف ليتأكد بنفسه إن الصفوف مستوية. نعم، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. نعم، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل. إحنا اليوم لو قرأنا نصف ربع يعني يولول المولولون ويصرخ الصارخون وثقلوا علينا وطولوا. نعم، فربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، كان يطول الركعة الأولى عشان القادمين من أماكن بعيدة يستطيعون أن يدركوا فضيلة الركعة الأولى. نعم، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول قتلني الكلب أو أكلني الكلب، مجرد ما كبر مباشرة ما سمع الناس إلا هذه الكلمة. أي نعم، حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين، لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، يعني كانت عليه عباية يعني حب يشنكله فيها، يعني نعم، طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه. شوفوا هم سيدنا عمر في هذه اللحظات، يعني الجريح الذبيح في المحراب. نعم، تناول يد عبد الرحمن ابن عوف فقدمه لكي يصلي بالناس، يعني كان همه ألا تفسد الصلاة، فاستخلف قدم عبد الرحمن ابن عوف لكي يصلي بالناس. نعم، وبعدين تقول الرواية فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. الناس اللي في أول صف شايفين، لكن إلا على مسافة بعيدة افتقدوا صوت عمر فجأة، فهم يقولوا سبحان الله، يا ترى مش عارفين اللي حصل يعني، فاللي من الخلف يقولون سبحان الله، اللي أدرك المشهد فقط الناس اللي في الصف الأول أو الذي يليه، بحيث إن هم بأنفسهم قد شاهدوا هذه المحنة وهذه الكارثة. نعم، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. سيدنا عمر كان يدني ابن عباس وكان يحبه، فيه من النجابة وفيه من الذكاء وفيه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أي نعم، فقال يا ابن عباس انظر من قتلني. نعم، فجال ساعة ثم جاء. نعم، فقال غلام المغيرة، فقال الصنع، صنع زي الجنة ترحليا، يعني اللي هو الشخص إيه يعني الصنيع العامل اللي هو بيشتغل بيده يعني. نعم، الصنع قال نعم، قال قد يعني قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، ده أنا أحسنت إليه منذ أيام، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. إن أهل العلم قاطبة متفقون على أن أبا لؤلؤ المغيرة، يعني متفقون على أن أبا لؤلؤ المجوسي كان كافرا بإجماع المسلمين، الاختلاف في ديانته هل كان مجوسيا وهو الراجح أم كان نصرانيا. نعم، ثم قال لابن عباس لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. نعم، وكان العباس أكثرهم رقيقا. نعم، فقال إن شئت فعلت، إن شئت قتلنا، فقال كذبت. نعم، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجتكم،
نعم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة من قبل يومئذ، من وقع الكارثة وهول المصيبة على الناس كأنها أول مصيبة تقع بهم في هذا اليوم. نعم فقائل يقول لا بأس إن شاء الله كويس، يعني كأنه يغلب جانب يعني الرجاء، وقائل يقول أخاف عليه. نعم فأتي بنبيذ، نبيذ مش معناها الخمرة، كانوا بيحطوا التمر مع المية عشان المية تحلو شوية في طعم شاربها. نعم فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت لا محالة. نعم فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه. السنة من دخل على ميت أو محتضر أنه يثني عليه ويذكره بسابق أعماله الخيرة ليشرح بذلك صدره. نعم فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، نعم من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، نعم ثم وليت فعدلت ثم شهادة. ما شاء الله كل هذه الخيرات متتابعة ثم شهادة. نعم فقال وددت أن ذلك كفاف، يا ريتني أخرج لا لي ولا علي أطلع صافي بس كده، لكم وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. الشاب هذا الذي بشر عمر يتوبه طويل أو كان إزاره طويل فبيجر على الأرض ماسس الأرض، فما فاته وهو في هذه اللحظات أن ينصح له بأن يرفع إزاره. نعم فقال ردوا علي هذا الغلام، ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحو. فقال إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي الدير الأكبر ابن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال. ده أول هم يتخلص من تبعة الديون، كان هم رقم واحد يعني من يصلي بالناس، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف لكي يصلي بالناس. الهم الثاني أن يتأكد أن قتله لم يكن على يد أحد يدين بالإسلام لكي لا يحاججه بسجدة سجدها لله عز وجل بين يديه عندما يقف الجميع في ساحة القضاء. ثم الهم الثالث أن يؤدي ما عليه من الدين، يغفر كل شيء للشهيد إلا الدين. فكان حرصه الشديد جدا على براءة ذمته من الدين. طب بعد كده ثم قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإنني اليوم لست للمؤمنين أميرا، أنا خلاص مت فما في عنقي من البيع انتهى، فلا تقل لها يقول لك أمير المؤمنين، قل لها إن عمر يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. نعم فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام
ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. نعم، فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. كنت من داخل هذا المكان، هذا القبر لي، لكن اليوم لأوثرنه على نفسي بهذا المكان. نعم، فلما أقبل، لما رجعوا من عند عائشة على عمر، قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. نعم، فقال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ فقال: الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت. فقال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. كنت عايز أطمئن من هذه النقطة تماما يعني. ثم قال: فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب. مرة ثانية يعني: إذا حملتموني على جنازتي قفوا على الباب وقولوا: يستأذن عمر ابن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. نعم، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، يعني طبعا مواساة لها. فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا معهم، فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف الخلافة، مستقبل الأمة، ولية العهد لمن تكون، أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. فقال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ست النبي سمات وهو راض عنهم. نعم، فسماهم عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. ثم قال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. يعني قالها كهيئة التعزية له، إنه متجاهل تماما وجعل المسألة في ست غيره. قال: خلوا بس يبقى موجود معاكم، يعني فقط يبقى شيء حاضر، يعني كهيئة التعزية له، رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. إذا المسألة انتهت إلى سعد بن أبي وقاص الحمد لله، إذا لم تنتهي له يبقى أي واحد تقول إليه لابد أن يستعين به، لأنه أراد أن يبرئ ساحته، لأنه كان قد عزله في حياته. نعم، فأراد أن يبرئ ساحته في هذه اللحظات، فقال: فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ثم أخذ يوصي فقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. ثم قال: وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. ثم قال: وأوصيه بأهل الأمصار، ما الدنيا اتسعت في طبعا زمان عمر، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام. نعم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو. ثم قال: وألا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. لا تحملهم جبايات وضرائب ومكوس والتزامات مالية تنوء بها كواهلهم، إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعث محمدا جابا يجمع أموال من الناس.
ثم قال وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، ثم قال وأوصيهم بالأعراب خيرا، سكان البوادي من المسلمين، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. ثم لم ينس في هذا المقام أن يقول وأوصي بذمة الله وذمة رسوله، أهل الذمة من غير المسلمين، كان لهم نصيب في هذه اللحظات أفردهم بتوصية. ثم قال وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى إليهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. طبعا الحديث من انتقص معاهدا، من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. إن قانون التعامل معهم البر والقسط، البر هو الفضل والقسط هو العدل. نعم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر وقال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط اللي هم الستة. نعم. قال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم عشان نضيق الدائرة اللي ممكن نختار فيها. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، أنا تنازلت عن حقي إلى علي. نعم. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ابن عوف. بعد كم ستة أصبحوا كام؟ أصبحوا ثلاثة. فقال عبد الرحمن أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. طلع عليهم خطة، قال لهم يا رأيكم، يعني واحد يطلع نفسه من أن يكون ممن يقع عليه الاختيار، بس هو اللي هو يختار واحد من الاثنين دول، وعليه عهد الله وميثاقه أن يستفرغ جهده وأن يبذل وسعه وطاقته في أن يختار للمسلمين أكفأ وأفضل وأحسن من يغلب على ظنه أن هذا هو. طبعا ليس ثمة وحي بعد محمد، لكن هي الاجتهادات البشرية. ولأن من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. اليوم هذا المعنى ضاع، غيب، فقد. النهاردة أهل يعني يقدم أهل الولاء وأهل الثقة، مش أهل الكفاية والاختصاص والخبرة والتخصص. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. فأسكت الشيخان، لم يتكلم منهم أحد. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، أنا سأخرج نفسي من هذا وأنا الذي سأختار بينكما، تخلوا هذه المسألة عندي، يعني فقالوا له نعم، يعني فوافقوه على طرحه الذي طرحه. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. أفتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه. تلك هي قصة الفاروق عمر في مقتله، وما يعني وما تلا مقتله
من أحداث انتهت بتنصيب عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة للمسلمين. أبو لؤلؤ المجوسي ذكرنا اتفاق أهل العلم أنه رجل كافر، والاختلاف في ديانته هل هو مجوسي أم نصراني، والأغلب أنه رجل مجوسي. سبحان الله، كتب حافظ إبراهيم كتب قصيدة اسمها عمرية حافظ، من أجمل القصائد، وأحب أن أولادنا الصغار يتعلموها ونحفظها لهم، قصيدة جميلة جدا اسمها عمرية حافظ. فقال فيها حول هذا المشهد، نعم، قال مولى المغيرة، أبو لؤلؤ المجوسي كان مولى للمغيرة بن شعبة، نعم، قال مولى المغيرة: لا جادتك غادية من رحمة الله ما جادت غواديها، طعنت خاصرة الفاروق منتقما من الحنيفة في أعلى مجاليها، نعم، فأصبحت دولة الإسلام حائرة تشكو الوجيعة لما مات آسيها، فأصبحت دولة الإسلام حائرة تشكو الوجيعة لما مات آسيها، نعم، مضى وخلفها كالطود راسخة وزان بالعدل والتقوى مغانيها، تنبو المعاول عنها وهي قائمة والهادمون كثير في نواحيها، نعم، حتى إذا ما تولاها مهدمها صاح الزوال بها فاندك عاليها، واها على دولة بالأمس قد ملأت جوانب الشرق رغدا في أياديها، كم ظللتها وحاطتها بأجنحة عن أعين الدهر قد كانت تواريها، نعم، والله ما غالها قدما وكاد لها واجتث دوحتها إلا مواليها. السبي اللي كانوا يأتون بهم إلى المدينة وهم غير مسلمين وينشأوا، فهم على غير الملة من ناحية، ونفوسهم تختزن أحقاد وثارات لأنهم مخلفات حروب ومخلفات غزو، ولو أسلموا لاستأصل الإسلام هذه البقايا من نفوسهم، فلما بقوا على كفرهم بقيت فيهم هذه الأحقاد الدفينة. نعم، والله ما غالها قدما وكاد لها واجتث دوحتها إلا مواليها، لو أنها في صميم العرب ما بقيت لما نعاها على الأيام ناعيها. يا ليتهم سمعوا ما قاله عمر والروح قد بلغت منه تراقيها، لا تكثروا من مواليكم فإن لهم مطامعا بسمات الضعف تخفيها، لا تكثروا من مواليكم فإن لهم مطامعا بسمات الضعف تخفيها. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. يعني بالمناسبة، لما قال عمر بن عباس لما قال له كذبت بعد أن صلوا صلاتنا وكذا وكذا، يعني كلمة كذبت هنا معناها أخطأت. الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول: وأهل الحجاز يقولون كذبت في موضع أخطأت، يستخدمون تعبير الكذب في موضع الخطأ. يعني وإنما قال له بعد أن صلوا، يعني كيف نقتلهم بعد أن صلوا، لعلمه أن المسلم لا يحل قتله. ثم قال: ولعل ابن عباس إنما أراد قتل من لم يسلم منهم، لأن ابن عباس كان أتقى لله جل وعلا وأرضى له من أن يفكر في قتل أحد من المسلمين. يعني ثم نختم هذا كله بالدروس المستفادة من هذا المشهد، يذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيقول: وفي قصة عمر هذه من الفوائد: شفقته على المسلمين ونصيحته لهم وإقامته السنة فيهم وشدة خوفه من ربه، نعم، واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه. لما حمل إلى بيته وكان قد غش عليه ثم أفاق إفاقة فتح بعده عينيه، اقتربوا منه ليلتقطوا أول كلمة يقولها، فكان أول ما قال: أصلى الناس؟ أول كلمة: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله،
لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا سهم في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قالوا: النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان فيه غلو مفرط أو كذب ظاهر. لأن بعض من جاءوا قالوا: يا أمير المؤمنين، أنت لك صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولك هجرة، ولك شهادة الحمد لله في النهاية، وكذا وكذا، فهذا لون من ألوان المدح مع وجود الحديث التي تنهى عن المدح. قالوا: الجمع بينهما كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، ينفى أو ينهى ما كان فيه غلو، يعني المبالغة والزيادة عن الحد، ما كان فيه غلو مفرط وكذب ظاهر. ومن ثم لم ينهى عمر الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره، يعني واخد باله، مش مثلا غشيان عليه بسبب الطعنة فقيم مش واخد باله، لا ده واخد باله كويس، لما لقى إزاره بحصل هذا قال له: يا بني ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأرضى لربك. ثم قال: والوصية بأداء الدين. كل واحد يعمل حسابه من الآن والدنيا لسه واسعة. الوصية بأداء الدين والاعتناء بالدفن عند أهل الخير. طبعا سيدنا عمر كان حيث أنه هو أهم حيث أن يدفن مع صاحبيه، لكن استأذن عائشة صاحبة الحق في هذا قطعا. والاعتناء بالدفن عند أهل الخير والمشورة في نصب الإمام وتقديم الأفضل، وأن الإمامة تنعقد بالبيعة، ببيعة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. بيعة معناها العهد على الطاعة، وسميت لا يشترط أن تكون صفقا باليد، لأن الدولة الإسلامية كبرت وانتسب إليها ملايين، فلذلك كلهم هيقفوا طابور عشان يسلموا على الإمام يصفحوه، هتاخد لها سنة ولا سنتين، فالموضوع مش كده، لا هو فقط إعلان الطاعة، إعلان الانقياد وعدم التمرد. لكن إذا بايع أهل الحل والعقد هذه بيعة الخاصة، ثم تأتي بيعة العامة بعد هذا عندما يعرض هذا على الأمة كلها لكي تبايعه بيعة عامة. وسميت بالبيعة تشبيها بما كان يقع ما بين المتبايعين، أنه كان يسلم أحدهما على الآخر دلالة على تمام الصفقة. البيعة هي العهد على الطاعة، والأصل أنها لا تتعدى، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لكن في زمن الفتن وقد حدثت في الدين خروق كثيرة، يعني ولد أكثر من خليفة، وأفتى الفقهاء ساعتها أن هذه أحوال ضرورة، كأنما كان أولا على حالة السعة والاختيار، وما وقع مؤخرا على حالة الضرورة والاقتهار. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا إليه أخذا جميلا، أن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحمينا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مثل نوري كمشكاة فيها مصباح.